أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین آج کی اس ویڈیو میں سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 9 تک کی مشق کریں گے انشاءاللہ لفظ آیت با آیت سب سے پہلے لفظ با لفظ پھر آیت با آیت سکھائیں گے آئیے سبق شروع کرتے ہیں قل ان الموت الذی قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یا ایھا الذین پہلے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم فإنه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب إِنَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اب پوری آیات کی مشق کرتے ہیں دونوں کی قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم.